السلام عليكم متابعي قناة نزار الدحماني. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية اختيار السيمبال. فتركيبة آلة الطبل لا تكتمل إلا بوجود السيمبال المناسب. وبهذا الخصوص هناك عدة معايير يجب الأخذ بها بداية من الأحجام والأنواع والعلامات التجارية. هناك سؤال دائما ما يطرح نفسه، ما هو السيمبال المناسب لي؟ ليس هناك إجابة محددة على هذا السؤال، فكل سيمبال يتناسب مع نوع معين من الموسيقى التي يلعبها الهازف، وأيضا حسب ميزانيتك. العلامات التجارية نجد هناك زيلجن، سيبجن، ماني، بيست، اسطنبول، سلطان، ماستر ورك. الانواع: النوع الاول واسمه هيتات او شارلستون، وهو زوج من القبعات تديرها دواسة تفتح وتغلق بواسطة القدم، وحجمها يتراوح ما بين 8 على 10، 12، 13، 14، 15، 16. النوع الثاني كراش، يتراوح طولها ما بين 14 إلى 21. النوع الثالث رايد، غالبا ما يكون على يمين الطبل، وأحجامه تتراوح ما بين 18 إلى 24، وغالبا ما تكون في عزف الجاز. النوع الرابع سبلايش، وهو أصغر سيمبال داخل المجموعة، حيث يتراوح حجمه ما بين 6 إلى 13، وهو أيضا ظهر مع موسيقى الجاز. النوع الخامس تشاينا، جاءت تسمية هذا السيمبال مستوحاة من صوت الكونغ الصيني أو الجرس الصيني، ويتراوح حجم هذا الأخير ما بين 8 إلى 22. وهناك أيضا مجموعة من الإفكت الإضافية التي تعطي جمالية في العزف، وغالبا ما تكون كل هذه الأنواع مصنوعة من النحاس. تركيبة السيمبال سانتر هول، وذلك الثقب الموجود أعلى الرأس السيمبال الذي يسمح له بالوقوف بواسطة المثبت. بيل، والجزء المرتفع ويشار إليه بالكوب أو القبعة أو الجرس. بيل هايت، الجزء أسفل وفوق الجرس. تايبر تيكنس إنكريس، هو الجزء الأوسط ويكون أقل سمكا. دايامتر، هو جوانب أو حافة السيمبال. وبهذا أنهينا حلقتنا حول كيفية اختيار السيمبال المناسب للطبل. أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا على حسن التتبع.